النهاردة ذكرى ميلاد الفنانة زبيدة ثروت، واحدة من أجمل وأهم نجمات زمن الفن الجميل، صاحبة لقب ملكة جمال الشرق. قدمت أعمال كتيرة مهمة في تاريخ السينما المصرية مع عمالقة الفن زي العندليب عبد الحليم حافظ ورشدي أباظة وفريد الأطرش وغيرهم من الفنانين الكبار. في ذكرى ميلاد الفنانة زبيدة ثروت، تعالوا نشوف مع حضراتكم تقرير وأهم المحطات الفنية في حياتها. ملكة جمال الشرق وصاحبة أجمل عيون، الوجه الذي خطف أنظار المعجبين وأسر قلوب الجماهير عبر الزمن، زبيدة ثروت. مش عارفة ابتدي. اسم ارتبط بالجمال فأصبحت واحدة من أيقوناته في عالم الفن. كان عمري سنة واحدة لما بابا مات، أمي سابتني وعشت مع جدي في اسكندرية لغاية ما مات هو راح. ولدت زبيدة ثروت في الأسكندرية في 14 يونيو عام 1940 لأسرة ذات أصول شركسية، فجدتها هي الأميرة زبيدة ابنة السلطان حسين كامل. على شاطئ الأسكندرية رسمت الأمواج ملامحها الجذابة، فظهرت على أغلفة المجلات وشاركت في مسابقة ملكة الجمال حتى فازت بجائزتها الكبرى، وتهافت المنتجون على أسرتها طلباً في دخولها عالم السينما. ألو؟ نحن سيدتنا مخرجون ومنتجون سينمائيون، عاوزين نشوف حضراتكم بخصوص إنتاجات فيلمات عالميات ملونات. والفيلم هيتصور فين؟ ها؟ في أندوستانيا؟ قدمت زبيدة العديد من الأفلام الناجحة، أبرزها يوم من عمري مع العندليب الأسمر، زمان يا حب، الحب الضائع، وشمس لا تغيب، وفي بيتنا رجل. مش قادرة أصدق أننا مش هنشوف بعض تاني. الظروف اللي احنا فيها دي مصيرها تتغير، مصيرك برضو ترجع لأهلك ووطنك وليبيا. تزوجت زبيدة 5 مرات، أولها عام 1960 من ضابط بالبحرية، وكان آخر أزواجها مصفف الشعر اللبناني نعيم. لتظل واحدة من أيقونات الجمال على شاشة السينما عبر التاريخ حتى رحيلها في ديسمبر عام 2016.